مستعين رئيس المكتب الوطني لجمعية السفراء الخالي لتنمية الأعمال الاجتماعية. اليوم الشعب المغربي يخلي الذكرى 25 لاعتلاء صاحب الجلالة على عرش سلفه اليمين. بهذه المناسبة الغالية والسعيدة نجدد الولاء والإخلاص إلى سمو العلي بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وكنتمنى إن شاء الله في هذه المناسبة السعيدة الغالية طول الصحة والسلامة لصاحب الجلالة الله ينصره. بخصوص اليوم كما جميع المغاربة في حفل استماع لخطاب صاحب الجلالة اللي كان خطاب سامي خطاب لصاحب الجلالة الله ينصره تكلم عن القضية ديال الماء اللي هي مهمة وطنية اللي يجب علينا كاملين أن نحافظوا على هذه النعمة ديال الماء وأننا نحاولوا أننا نعرفوا كيفاش أننا نستعملوا أننا كيفاش نديروا الترشيد ديالو. وهذا نداء بطبيعة الحال لكافة المغاربة والناس اللي كيستعملوا المادة الحيوية أنهم باش يحافظوا عليها لأنها مادة اللي كنحتاجوها في الحياة اليومية ديالنا. وحنا دائما جنود مجندون خلف القيادة الرشيدة وتحت توجيهات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والدور ديالنا كذلك كفاعلين جمعويين أننا غادي نقوموا بواحد العمل تحسيسي لفائدة المواطنات والمواطنين والمستهلكين اللي كيستعملوا هذه المادة الحيوية. بسم الله الرحمن الرحيم. يونس مفتي رئيس الجمعية الوطنية للمستوردين الأقمشة بالمغرب. بهذه المناسبة أهنئ صاحب الجلالة على تربعه عرش أسلافه الميامين حوالي ربع قرن، ونيامة عن باقي أعضاء المكتب والسادة أعضاء المنخرطين. أهنئ جلالة الملك بهذه المناسبة. كما لا أخفيكم في ربع قرن عدة منجزات عرف المغرب في البنية التحتية. أولها المنجز اللي كان كيراهن عليه جلالة الملك وهو ميناء ديال طنجة المتوسط، وكذلك قطار فائق السرعة، وكذلك طريق من تيزنيت بالداخلة، وكذلك الميناء بالداخلة. وهذو كلها مشاريع كبرى أعطت إقلاع حقيقي لبلادنا، واللي المغرب أصبح يضاهي كبرى الدول على شمال إفريقيا وكذلك الدول العالمية. وبالمناسبة كذلك الطاقات المتجددة، كيف ما كتعرفوا الطاقات المتجددة خاصة في نور واحد ونور جوج، كيف ما كتعرفوا هادو المشاريع كبرى اللي كيراهن على جلالة الملك باش تعطي إقلاع حقيقي لبلادنا. كذلك كيف ما جاء على لسان جلالة الملك في الخطاب ديالو اليوم هو الحفاظ على الماء، وهذا مكسب اليوم كنشد جميع المغاربة سواء شباب رجال شيوخ أمهات عموم المواطنين والمواطنات أنهم يحافظوا على هذا المكسب ديال الماء، نعمة عطاني الله عز وجل. وانتم كتعرفوا أمطار كانت قليلة هذه السنة هذه، ونتمنى الله عز وجل في السنة المقبلة أنه يكون تهاطر ديال الأمطار بحول الله. كذلك كتعرفوا إقلاع في شتى الميادين رياضيا اقتصاديا. اليوم المغرب على المستوى الاقتصادي كيصنع في بلادنا وكيصدر، ماشي بالسهل باش تنافس دول قوية شمال إفريقيا في الشرق الأوسط باش تخلي شركات عالمية تخدم في بلادنا وتصدر باش كيعطيو واحد فرص الشغل المقاولات المتوسطة والصغيرة، باش يعطيو فرص الشغل مجموعة ديال الشباب والشابات أنهم كما كنقولوا تضال فرص العمل. وبهذه المناسبة هذه مرة أخرى
أهنئ جلالة الملك على تربعي عرش أسلافي الميامين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.